صلاة التراويح سنة ويستحب فعلها جماعة، مما يدل على استحبابها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقر الصحابة، فخرج ذات ليلة في رمضان فرأى ناسا في ناحية المسجد يصلون، فقال: ما يصنع هؤلاء؟ فقالوا: هؤلاء ناس ليس معهم قرآن، وأبي ابن كعب يقرأ وهم معه يصلون بصلاته. فقال: قد أحسنوا أو قد أصابوا، ولم يكره ذلك منهم، كما روى ذلك البيهقي. وإن كان مرسلا فإنه مرسل حسن، ويؤيده كما قال الألباني رحمه الله: ورود ذلك موصولا عن أبي هريرة بسند لا بأس به، أخرجه ابن نصر في قيام الليل.